مساء الخير من شارع الحمراء. هنا في هذا المكان خلفي على هذا الرصيف كتب الشاعر والصحفي السوري هاني نديم أطول نص في حياته امتد 20 عاماً، ذلك لأن شارع الحمراء يتغير سيرة وتاريخا وجغرافيا، مثل أي كائن حي مبدع وخلاق ومجنون على ما يقول صاحب فهرست ابن النديم. هناك على الرصيف المقابل تألفت الأرواح على ما تقول الناشطة الثقافية هبة عبد الخالق، حيث كانت بداية علاقتها الفعلية بشارع الحمراء. في هذه الحلقة من شارع الحمراء لقاءان منفصلان من بيروت والرياض، ولكن في سياق متصل. في الأول حوار مع الصحفي والشاعر هاني نديم حول إطلاق منصة نص خبر الإعلامية الرقمية وعن تحولات الصحافة وشارع الحمراء. في الثاني لقاء مع الناشطة الثقافية هبة عبد الخالق حول سيرة الحمراء أيضا، وحول أهمية العمل الثقافي الجماعي وضرورة وجود المشروع في المنتديات والفعاليات الثقافية. أهلا بكم في شارع الحمراء. أهلا بكم مجددا مشاهدينا من داخل مكتبة ومقهى برزخ في شارع الحمراء الرئيسي، هذا المكان، هذا الفضاء حقيقة الذي شهد في السنوات الثلاث الأخيرة حركة ثقافية لافتة. في مقدمة كتابه فهرست ابن النديم يقول ابن مدينة النبك السورية: منذ أن ولدت وحتى كتابة هذه المقدمة قامت حياتي على المصادفات، لا شيء مخطط له على الإطلاق، إنه تدافع الشغف، لم أفعل شيئا سوى أنني آمنت بالتعب ووضعت كل ثقتي في طاقة العمل والمثابرة دون انقطاع على أن تختار الحياة بحكمتها المحل الأنسب بيديها الحصيفتين. هذا ما كان، اعتمدت على الشغف والعمل المتواصل وما أحب. لا أعرف حقيقة مشاهدينا إذا كان مشروع نص خبر الإعلامي يندرج أيضا في سياق المصادفات الجميلة. هذا ما سأتوجه به إلى الصحافي والشاعر هاني نديم. مساء الخير هاني، نورت البرنامج. مساءك سعيد، والله سعيد جدا أني معك، أحب برنامجك وأتابعك بشكل دائم، ومسرور أنني بينكم. بيروت أمي يعني بشكل أو بآخر. أمك أو خالتك التي إذا بدك. نعم نعم. التي تهرب لك الحلوى والسك. وهذه علاقة تقريبا كل سوري، يعني أنا أقول دمشق أمي صارمة. نعم. تكوينها وبيروت خالتي التي تسبب لي السكاكر والحلوى. نعم نعم. منور برنامج شارع الحمراء على كل حال، وبانتظارك طولت الغيبة، بعتقد كتار المشتاقين لك. إن شاء الله قريبا. يلا بانتظارك. أنا بس بدي شير هاني وللمشاهدين سريعا إلى أنه نص خبر هي منصة إعلامية مستقلة كما تعرف عن نفسها، وتهدف لإثراء المحتوى العربي الرقمي وتقديم موقع معاصر مختزل بكسر الزين وهادف، ويسعى للمشاركة في صناعة الحدث وتعزيز الحالة الصحفية الموثوقة والمحترفة في العالم. نص خبر كل الحكاية. مبروك أول شيء انطلاق هذا المشروع الإعلامي هاني، بدي أتمنى لك إلك ولكل الفريق العامل التوفيق، وأن تتركوا البصمة المطلوبة واللي عن جد تسعون إليها. ولكن ليش نص خبر؟ ليش مش خبر كامل؟ حقيقة أيضا هنا اليوم الفضاء يحتله خلينا نقول غير المحترفين، صحافة المواطن، وكل يوم كل من لديه كاميرا على الجوال وكيبورد يستطيع كتابة خبر، يستطيع كتابة شيء
يشبه الصحافة. وشوف عم نشوف الحالات التي أودت وزادت في الهوة بين الصحافة الموثوقة والناس. يعني نحاول حتى من خلال الكلام، من خلال العنوان الذي هو نص خبر، أنه نقول للناس أيضا أنه حتى الصحافة الحقيقية لا تمتلك الخبر كاملا. نص علينا ونص عليكم إذا بدك. لا تدعي تقديم كل الصورة أو كل الحقيقة، هي نتيجة جهد. إضافة إلى مجازها في أنه هي مختزنة، يعني هي مختصرة تعطيك الصورة الأوضح بأقل كلام. هذا ما نستطيع أن نقدمه. هو مشروع حقا مستقل، وهذا أجمل ما فيه. هو تابع لشركة اسمها TGW، نعم، جروب كبير قابض. هنا يعني هون أنه تستطيع أن تقول أنه ما زال رأس المال يؤمن بالنبالة وتقديم محتوى هادف وجيد. دعمونا بالهوستينج وبالأشياء اللي نحن الأدوات الأولية والفريق، بحيث نسوي شغلنا المحترف دون أي تدخل، لا بالصياغة لا بالتوجه لا. ونحن نؤمن بأنفسنا ونؤمن بفريقنا أنه نصنع فعلا خبر فارق. لا نبتعد عن الجماهير، نظل قربهم، بحيث أنه أخي أنت بهمك خبر فنان من الفنانين موجود، لكن أيضا الاقتصاد عندنا أساس، ثقافة لا نستغني عنها. هو منصة جامعة لكل هواجس الصحافة السريعة اليوم، هل هي في متغيرات ومتبدلات كما تعلم؟ طبعا راح أحكي شوي عن هذه المتغيرات وتحولات والتي تواجه الصحافة المكتوبة وأيضا الصحافة الورقية، ولعلكم بهذا المشروع يعني عم تجربوا تعملوا هذا التوازن بين المحتوى الجاد والمحتوى الجيد والرصين، وبين يعني أدوات تقديم وعرض المعلومة والخبر والموضوع بشكل إعلام جديد، صحيح؟ نعم نعم. شوف أستاذ فراس، أنا أؤمن بالطرافة. يعني أؤمن إنه أي، حتى بالشعر، حتى بكتابة الرواية، أؤمن إنه اللغة التي تجعلك تبتسم هي لغة واصلة. ولذلك نحن فعلا خفيفين على القلب، نحاول أن نقدم بقالب لغوي يفهمه الجميع دون تعالي، دون صناعة الأخبار الرصينة المتجهمة. وأيضا بالمحافظ نوازن أن لا نكون خفيفين بمعنى خفة الصحافة النهائية. نحاول أن نوازن بين هذا وذاك. وأعتقد أنه اليوم يعني في كثير من القصص نجحنا بها الحمد لله. اليوم بدأت حتى كبار كتاب الوطن العربي يرسلون مواد لنا، أخبارون، عم نصور معهم كما عم تشوف أستاذ، صار لافتا. وهذا ما نسعى إليه، طيب، أن نحتل حيزا نظيفا نوعا ما. طيب، على كل حال تحتاج التجربة ربما إلى بعض الوقت أيضا، يعني يكون في مساحة أيضا للنقد الإعلامي لهذه التجربة الحديثة. ما قلت لي هاني، هل هي أيضا في سياق المصادفات الحلوة اللي مرقت في حياتك بدأت الفكرة أو لا؟ هالمرة عم نحكي عن عمل مخطط له. نعم نعم. هلأ لا شك أنه التراكم طالما أنت يصنع المسارات، يعني المسارات تصنع بالاحتكاك. نعم. هذا المسار اللي وصلنا له، وصلنا إلى مكان فعلا يجب أن يكون لدينا منصة تعنى بأن تقدم الجديد. لذلك يعني هذا العمل خطط له مع لدي صديقنا أستاذ محمد التيم، وهو يعني المدير العام وهو المفكر لهذا المشروع. عملنا بهذا الجانب وأطلقناه، والحمد لله أنا راض يعني كل الرضا حتى اليوم على الشغل. كثير منيح إذا راضي على المشروع. يعني قل ما أرضى، بس هذا معي فريق مرتب كثير شباب تعرفهم كلهم،
عم نعمل بشغف، يعني لذة هيك مشاريع أستاذ فراس، وأنت أنت تعمل بنفس الشغف، إنه بس يكون في شغف بالصحافة وصلت. طيب يبدأ الشغف أحيان كثيرة هاني، ولكنه يصطدم في الحقيقة لاحقا بعقبات ومطبات، وأنت تعرف ذلك وعملت كثيرا في مجال الصحافة. يعني أنا أقول لك اليوم بمؤاخذة، بعض المواقع هاللي بسموها صحافة السوبر ماركت أو صحافة القمامة العفو، أو بتكتب لك منشط هيك إنه والله فلان اغتصبت في المصعد مثلا العفو، أو وقع فستانة أو شيء من هيك، تجد 3 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة. هذا هاجس هذا هاجس كل رؤساء التحرير وكل الصحفيين اللي موقعين على مدونة أخلاقية، لن نوقف ذلك، هذا سيبقى. لكن بالمقابل نحن نقدم هذا الخبر بشكل صحفي، يعني أنت تستطيع أن تقدم كل اللغة، تصنع كل شيء. نعم. والصحافة إيه؟ والصحافة مطلوب أصلاً، مطلوب أصلاً أنك تشد القارئ والمشاهد. 100%. يعني توماس ووكر يقول له جملة مضيئة جداً، بل لك ثمة من، أنت تقول مات هتلر، ثمة من لا يعرفون هتلر أصلاً، ثمة من يهتم براقصة أكثر من كل الحرب العالمية الثانية. الصحافة هي أيضاً 360، يجب أن تحيط بكل هؤلاء، يعني يجب أن تقدم خدماتك الصحفية والخبرية لكل شرائح المجتمع. نحن نحاول ذلك رغم كل التحديات، الحمد لله مؤشر قراءاتنا في التصاعد، وهذا ما يطمئن يعني. طيب إن شاء الله، يعني لنحكي بصراحة أيضاً عن مشروع نص خبر في مساحة واسعة لحرية الرأي لكل الناس، لأن تقول ما تريد، أن تعبر عن رأيها سياسي أو في سقوف معينة. لا شك، يعني الحرية أيضا أنت تعرف في أعتى الدول ديمقراطية هنالك مفهوم محظورة طبعا. هلأ ميزتنا وهذا ما لعبنا على أنه ما عندنا سياسي يعني عندنا خبر رئيسي هيك رول للأخبار الرئيسية، لكن أنت بتعرف كتير منيح بأحيانا مهارة أن تمرر السياسة في الاقتصاد، في الثقافة، في بكل شيء. يعني نمررها طبعا. نعم. لا شك، بما نستطيع وما يعني ما يتسق مع نحن، وأنا شخصيا وأنت بتعرف ذلك، أنا أؤمن بوحدة العالم الإنسانية، بضرورة إنقاذ العالم من ترديه ومن الأخبار الكاذبة ومن السيف العالمي ومن الضغائن والأحقاد والطبقية والعنصرية إلى آخره. فنحن ملتزمون بهذا، نقدم ما استطعنا الخير لكل الدول. يعني خبر لبنان الجيد أنقله قبل السيء بكثير، خبر سوريا الجيد أنقله قبل المو منيح بكثير، وهكذا أصنع مع كل الدول. أؤمن أنه نحن اليوم بالوطن العربي أمة واحدة، علينا أن ننهض بأدواتنا، بقوتنا الناعمة وقوتنا الخشنة إذا بدك. الصحافة قوة ناعمة، أنك تقدم الجميل فيها والأفضل يصنع فرقا لاحقا، عرفت؟ فهذا ما نحاول أن نصنعه من خلال المقالات، من خلال محاورة المثقفين. يمكن عم تشوف أنا كل يوم لدي اسم كبير هائل صحيح. النخب العربية نحاور ندردش معه، ذلك لنصنع اتصالا على الأقل ثقافي فكري. طيب. بين الوطن. أنت على كل حال تقول، وهذا ليس خافيا، أنه كل ما تقوم به حتى كتاباتك يعني تكتبها بروح الصياد الماهر، وأنت نعم. صياد أصلا، وقلت بأنه ما يفسد الصيد هو قلة الوعي. نعم. ما الذي يفسد الصحافة أستاذ هاني؟ اليوم أيضا الصحافة فيها تصيد جائر، يعني اليوم صحافة التلقف وصحافة اللي مثل ما بيسموها الانقضاض والتربص، أنك أنت تروح تقتحم الناس، تقتحم بيوتها، تقتحم خصوصياتها. نعم. استباحة 100%. يعني بعض الصحافة تخترق هواتف الفنانين
مشان تفضحهم. عرفت؟ يعني هذه أيضا فيها صيد جائر. وربما إذا أنت بالصيد العادي ضريت طير أو نوع معين من الطيور، أنت في الصحافة تضر سلالة البشرية كاملة. أنت توطئ لسلوك مشين وتجعله مكرسا، تفضح نجما كما يحدث اليوم. نعم. على سبيل المثال بكيفن سبايسي المدان بتهم عدة، لو بتشوف البابراتزي والتصيد والترقب والله تتعاطف معه حتى لو أنه مجرم. صحافة اليوم هي أكثر إجراما من أعتى مجرمين اللي عم يكتبوا عنه. لذلك يعني أنا لا أرى صحافة بعيدة عن المدونة الأخلاقية. لا يمكن أنك أنت تسوي صحافة اليوم دون أن تلتزم بالأخلاق. وهون التحدي، يعني أنت اليوم بدك خبرك جذاب ويجيب ناس دون أن تبالغ وتخترق الأخلاق. هذا التحدي الأساسي والكبير الآن بظل هذه الفوضى الكبيرة الحاصلة اليوم في يعني ما يسمى بالإعلام الجديد تحديدا، لأنه في إعلام جديد جيد حقيقة، ولكن أو ما يعرف بالإعلام البديل، ولكن أتحدث عن فوضى وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص. طيب أنا هنا محاط الآن هاني في مكتبة برزخ، وأعرف بأنك ستزور هذا المكان حالما وصلت إلى بيروت وإلى شارع الحمراء، ستتفقد أصلا كل الأمكنة. أنا محاط بالكتب، بالورق، برائحة الورق، وأنت عشت زمنا طويلا يعني على كل حال حتى بأسفارك بين الكتب، أنت كثير الأسفار والترحال، وحتى داخل الأوراق أيضا بصراحة على مستوى الصحافة المكتوبة والصحافة الورقية. هل انتهى زمن الصحافة الورقية؟ دخلنا خلاص بعصر مختلف تماما هاني؟ هلا يبدو ذلك. يعني يبدو أنه اليوم حتى الصحف الرسمية، يعني حتى على مستوى وكالات الأنباء أستاذ فراس، باتت تغلق مكاتبها اللي ليس لها داعي. فكيف ما بالك بالصحف الورقية التي تكلف طباعتها أحبار وإلى آخره، بينما اليوم الموبايل متاح في يد كل الناس. يبدو ذلك، رغم أنني أخشى من هذه الفكرة. ما زلت أنا لأنني كلاسيكي وربيت على قص العناوين والمنشيتات وإلى آخره، ما زلت متحفز أن أعترف لنفسي على الأقل أنه ماتت الصحافة الورقية. لكن لا شك لأنها صحافة ستجد حلولاً، وها هي تجدها. يعني أيضاً الصحافة الرقمية والإعلامية اليوم بلشت تفرز بعضها بعضاً، يعني بلشت تبين مين الصحف اللي عم تشتغل منيحة ومين لا. فلذلك ما في خوف حتى لو راحت. فيما يتعلق بالكتب لن ينتهي الورق، يعني هذا أمر صح. خصوصية الكتاب تبقى مختلفة عن الصحافي. نعم. طيب أنا وقتي عمليا انتهى، ولكن بدقيقتين أخيرتين سأتجاوز الوقت قليلا. بدي رحب فيك طبعا مجددا في برنامج شارع الحمراء الشاعر والصحافي هاني نديم، على أمل أن يكون طبعا لنا لقاء آخر أكثر مفصل هنا في بيروت لتحدث بعد أكثر عن الصحافة والأدب والأسفار وحياتك الغنية بتجارب كثيرة حقيقة. ما هي مكانة شارع الحمراء بالنسبة لكل الأمكنة وبكل أماكن الترحال، وأنت المسكون على كل حال ب الرحلات منذ بدايتك منذ سن مبكرة؟ نعم، يعني هو روح لبنان. يعني شارع الحمراء إن أردت وصارت كل الجغرافيا والتاريخ والأساطير والحضارات التي مرت واندثرت إلى آخره، جمعت في هال 1300 متر ربما، يعني جمعت في هذا المكان. هو مكان يعني تستطيع تأويله، فيه الكثير من الأساطير، فيه الكثير من الحكاية، كتب به وعنه ملايين. وصيد العصافير أيضا هو مكان. ما هون أنا محبتي بيني وبينك أنه هو نشأ لأنه تبع صيد العصافير، يعني
والأساطير الجن التي علقت به أيضا تثيرني، يعني ما زلت وين هذا أسأل نعيم تلحوق، ولا هدول بيت تلحوق ربما لديهم حصة كبيرة من شارع الحمراء، وين زقاق اللي تبع اللي بيوصفونه في الجن ديب أو شيء نسيت اسمه والله الآن. إذا شارع الحمراء هو خلاصة لبنان، فيه كل الأديان، كل الطوائف، كل الثقافات، ولم يتبقى شاعر كبير أو مثقف كبير عربي إلا وكتب في الحمراء وعن الحمراء. لهذا لدي خصوصية كثيرة لدي، وأنا بروح بسكن فيه، بيعرفوا الشباب، تعرف حضرتك، بنزل يعني فيه من أول ما بطلع من أول يومي لآخر يومي طيب، وأنا سترى مسؤول. على كل حال قريبا كثير من المتغيرات ستعاينها ميدانيا، وأنت تعرف طبعا أنه كثير من المتغيرات، وهذه على كل حال حال كثير من الشوارع في العالم التي يعني دائما ما تتغير. لا أعرف إذا كنت فكيت هذا اللغز، لغز هذه الخارطة الإنسانية والثقافية والاقتصادية لهذا الشارع، وإذا كان آن الأوان حقيقة لأن تعيد هذا النص الذي تكتبه، ما زلت تكتبه عن شارع الحمراء منذ أكثر من 20 سنة. أنا أخطط لفيلم وثائقي إن شاء الله قريبا، لكنني خائف مثل ما خائف على كل شوارعنا أنها تغيرت وتبدلت ملامحها، وأرجو أن تعود قريبا. يعني هي الشوارع ما بتموت، أنا مؤمن ذلك في راسي، تعيد تجديد خلاياها وتعيد تراكمها وبترجع من أول وجديد. الشوارع العريقة لا تموت، هنالك أنزيمات دفاعية تعيدها إلى مجدها، ربما هي مرحلة، ربما ما أسمعه هيك، وستعود المقاهي الثقافية والناس المثقفين وكله إن شاء الله. الله يسمع منك. إن شاء الله. شكرا لك هاني نديم. بعدك مقتنع بأنه بما أنك كنت تتحدث عن إعادة الترتيب وإعادة الصياغة، بعدك مقتنع بأنه الشعب السوري سيعيد ترتيب نفسه مجددا للنهوض ببلده في القريب العاجل؟ يعني سوريا بلا مؤاخذة لا بترول ولا غلزة، ولا هو رأس ماله الشعب السوري العظيم، يعني في كل المجالات، بالطبخ، بالحلويات، بالشعر، السوري كائن عظيم. أنا إذا لم أؤمن بالسوري يعني أستعجل موتي. سيعيد بناء سوريا قطعا كما أعاد بناء كل العالم الذي ذهب إليه، فسوريا أولى به، سيعود ويعيدها إن شاء الله، تصطلح الأمور وتصبح أفضل، ويعود كل اللي برا، آمل ذلك قريبا. من ضمن صوتنا لصوتك طبعا، كلنا أمل طبعا بعودة السوريين وبعودة سوريا إلى مكانها ودورها الطبيعي في مرحلة البناء الطويلة والصعبة حقيقة، البناء على كل المستويات في ورش كبير مفترض أن تكون. أنا وقت انتهى، بدك تقول شيء لهبة عبد الخالق رح تكون معنا بعد شوي. بالله سلم لي عليها كثير، هبة من أركان لبنان التي أركن إليها، صديقة عمر وحبيبة قلب، وأنا بحبها كثير. شكرا لك وشكرا الصحافي والشاعر هاني نديم على هذه الإطلالة في شارع الحمراء، ناطرينك في شارع الحمراء. شكرا لك، وإلى اللقاء مشاهدينا بعد الفاصل. نتابع هذه الحلقة من شارع الحمراء من هنا من مكتبة ومقهى برزخ مع الناشطة الثقافية هبة عبد الخالق، ابقوا معنا. لازلنا مشاهدين في مكتبة ومقهى برزخ هنا في شارع الحمراء الرئيسي. بدي رحب بهبة عبد الخالق بلا أي لقب. نعم، أهلا وسهلا فيك هبة. شكرا. بشارع الحمراء، وأنا أول مرة شفتك على كل حال بشارع الحمراء، وكان لابد لهذا اللقاء أن يحصل بطبيعة الحال. بدي أقول لك مجددا أهلا وسهلا، بدي رحب بكل المشاهدين. بتقول هبة: نعم، أنا وفية لظلال هاني نديم في شارع الحمراء، إذ لم أجلس في أي من مقاهيها منذ غاب عنها. هل هذه خيانة إذن؟ نعم، بسبب
أولا مساء الخير وشكرا جزيلا لك. يعني على المستوى الشخصي أو الإعلامي فأنت حدا جدا مميز. شكرا. خيانة، نعم نعم خيانة. وجه لك تحية قبل شوي هاني. هلا إذا بدنا نفتح على هيدا ما بتذكر الحلقة. خيانة نعم، لأن هيدا المكان يشبه جدا شارع الحمراء. يعني بحديث مرة مع منصور اللي هو صاحب فكرة هيدا منصور المكان. عزيز نعم. وجه له تحية طبعا أكيد. فكان الكل عم بيقول له هلأ بعز هيدا الانهيار، هلأ وقتها كيف هيدا مشروع فاشل، وهو كان شايف انه لا. فاجا اسم برزخ على القد، فرجع اعاد احياء هيدا الشارع. ومثل يعني هيدا الشيء كمان مربوط باللي قاله هاني نديم، يعني شارع الحمراء عنده أنظيمات دفاعية، فواحد من هالأنظيمات هو هيدا المحل اللي نحن فيه. أنا سعيد لوجودك معنا في البرنامج، وبدي حيي هذه الصداقة وهذا التآلف الروحي مثل ما دائما بتقولي بينك وبين هاني نديم وبين مجموعة الأصدقاء، هذه العائلة الروحية التي تنتمينا إليها. كنا عم نحكي طبعا بالمحور الأول مع هاني نديم من العاصمة السعودية الرياض، بداية عن مشروعه الإعلامي الجديد. متابع المشروع، شو رأيك فيه؟ شو انطباعك الأولي عنه؟ أولا ألف مبارك لمشروعه يلي بيشبهه جدا. وأي عمل شو ما كان، إذا ما كان انطلاقته من الشغف والإيمان والثقة بنفسه أولاً، لحتى ليكون أي شيء بده يعمله يكون مرآة العكسة، فما فينا نسميه فن أو عمل مفيد. مفيد للمجتمع، لأنه أنا كتير بركز على هيدا الموضوع. من هيدا كان عندي شوي اعتراض وبعد عن النشاط الثقافي. فنص خبر، انت كنت عم تسأله ليش نص خبر، وانا ما سمعت شو اللي قاله مزبوط، كان الصوت شوي خفيف بس وقت اللي تركنا المجال كقراء ومشاهدين نحن نكفي. نعم خبرية. انا كمان شفتها من مطرح تاني. يعني هيدا الوجه، هلأ مثلاً الكاميرا بتاخدك النص من هون، نص من هون يمكن يكون مشوه ويمكن يكون أجمل. فدائماً الأنصاف ممكن تكون حلوة. لا بعدين في كمان عفواً أي صح، بعدين في كمان شغلة مهمة إنه ما في ادعاء بامتلاك كامل الحقيقة، وهي شغلة مهمة. هيدي هي مع هيدي المصداقية. هيدي الأعمال يلي لازم تكون على مستوى أكبر، وهو أكيد عمل هيدا الشيء ليكون فيه عدوى. إن شاء الله إن شاء الله يعني يعمل بصمة ويعمل فرق حقيقة بكل هذه الفوضى الإعلامية اللي عم نعيشها. حكايتك مع الصحافة الملونة صحيح، أنت على كل حال يعني كان عندك شغف حتى بالصحافة، وكنت حابة أصلا ببدايتك أنك تدرسي صحافة، ولكن ما رحت بهذا الاتجاه، رحت باتجاه آخر. طيب حكايتك مع هاني نديم تعود إلى 10 أو 13 سنة ربما في شارع الحمراء. شو القصة؟ كانت مصادفة من المصادفات اللي من المصادفات ولا بالخيال يعني؟ يلي هو بيقول كمان عنا أنه أغلب الأشياء الحلوة اللي صارت بحياته هي كانت عبارة عن مصادفات. فأنا كمان يعني أكثر الأشخاص يلي مثل ما قلت الدوائر يلي هني الدائرة الأولى بحياتي اللي بسميهم عائلتي الروحية كانوا عبارة عن مصادفات هيك ماشي وطلع. فعلاقتي الشخصية فيه يعني كأصدقاء عمره 12 سنة، بس قبل سبق شيء 6-7 سنين قبل أنه قراءة لإله. وقد ما كنت حس حالي بحالة انصهار روحي بكتاباته، خاف اني اتعرف على شكله او اعرفه ويطلع ما بيشبه نفسه، لانه كلنا بنعرف بالذات بتعرف كتير
قدي في شعراء بالأخص تنصدم به مش هيدا هو اللي بيكتبوه. أنا بالنسبة إلي شخصيني نعم يسقط الشاعر أو الفنان لما ما يكون شخصه مرآة يلي عم يقدمه والعكس صحيح. فقطعة كنت بالشارع وكمان كان في صدفة أخرى كيف التقيت بصديق اللي كنت راجعة أنا وياه ووصلنا على الزاوية المقابلة للكوستا يعني صوب نزلة عبد العزيز من الجهة الأخرى نعم آخر الرصيف آخر الرصيف جاية باتجاه هو جاية كان من مالة الكوستا ورايح على الناحية المقابلة وعن بعيد تخيلته مثل طفل صغير يعني هيدي الصلعة بتبرق على الضو فبتتخيل هيك من زمان هو أصلع نعم مش تنمر هيدا لا أصلاً عنده قصيدة حلوة جداً حلوة كتير عن الأصلع المهم وصلنا مقابيل بعض فجأة وقفنا وطلعنا ببعض بعدين غمرنا بعض هيك وهو مشي مع الشخص اللي كان معه وأنا مشيت مع صديقي فكان ابن عمته معه بوجه له تحية لبيت بقول له بتعرفها بقول له لا كمان صديقي نفس الشيء بتعرفها لا تاني يوم بيتصل في الشاعر والدكتور مهدي منصور أحضر أمسي طبعا ما بعرف مين الضيف فدخلت بزوايا المقابل اللي بطل موجود نعم للأسف فدخلت وأول وهلة إنه عم يقرأ قصيدة عن فستان النمر شيء هيك وأنا لبسة شيء كمان في كمان؟ وجوه نمر ضحكت بعدين الصوت بعرف الصوت وأصلاً كتبتها يعني بنص طويل عن هيدي المصادفة وبدأت الصداقة هو بيقول إنه بدأت صداقتنا بضمة مستحيل تخلص يعني اوف شو حلو يعني مستحيل هاني احس دامت هذه الصداقة على كل حال بينك وبين هاني بتتمنى لها طبعا الدوام وهذا نموذج على كل حال لهذه الصداقات الحقيقية وتحية طبعا لكل دائرة الأصدقاء كنا نحكي عن زوايا بالمناسبة كمان بتقولي انه هو شاطر بتدوير الزوايا نعم على ذكر هبة تدوير الزوايا قلت انه هاني شاطر بتدوير الزوايا نعم. انت كمان شاطره بتدوير الزوايا انا مش قصه شاطره بتدوير الزوايا لا اعترف بالزوايا اصلا ابدا لا يعني كل ما كتبت من انا وصغيري لحد هلا نادرا جدا ما يكون في عنوان لانه العنوان بالنسبه لي هو حد زاوية كل شيء الكتاب هيدا زوايا كل شيء زوايا ليك قديش في زوايا بالمكان حولينا مش بس الكتب بس انت ما ملاحظ هيدي الحلقة بس الحياة زوايا الحياة زوايا بس زوايا بس فيك تشوفها الدائرة ما هي حياتك دوائر كل شيء طبعا دائرة صغرى أكبر فأكبر طبعاً. فأكبر ودائرة الحياة الأوسع طبعاً. والأسمى أنت كيف بدك تكون بتشبه الأرض؟ بدك تشبه سطحها؟ لا بدك تشبه أعماقها أعماق الأرض ليش دوائر؟ شو فلسفة دوائر؟ الشجرة دوائر هي الدوائر الوجودية اللي بتخليك في حالة تصاعدية دائمة نحو الأعلى ونحو الأسفل بس الأسفل يلي حسب من وين منطلق منطلق من شيء روحي من شيء القيم يعني قيم الحق والخير والجمال هاي مستحيل تخليك تكون عم تنزل بدوائر نحو الأسفل السلبي أبدا تخليك يعني مثل الشجرة تصير يعني كل ما نزلت كل ما تجزرت بالأرض لحتى تقدر راسها يوصل للسماء أكثر طيب في شيء أنا استغربته يمكن قد يستغربوا كثيرون من دائرة الأصدقاء والمعارف حولك أنه من جملة الأسباب لا أقول أنه السبب الوحيد الذي يجعل الناشطة الثقافية هبة عبد الخالق والتي تكتب بشكل جميل
وتنشر على كل حال على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعرف أن كثيرا ربما أيضا لم تنشره، وهذا يعني مفهوم أيضا بطبيعة الحال، بأن واحدا من الأسباب التي يجعلها بأن ما نشرت كتاباتها في كتاب، هذا الكتاب الذي نعرفه بأنها لا تعترف بالزوايا كما كانت تقول، هي تبحث عن قالب مختلف كليا لطباعة وصناعة الكتاب اللي هو كتاب مستدير. نعم. معقول؟ نعم نعم، ولفيت أغلب يعني دور النشر الأصدقاء يلي بعرفهم وقالوا لي إنه الكلفة كلفة عالية جدا، يعني قد كلفة الكتاب هيدا على 10-15 مرة بدي اضطر إني اشتري القالب، لأنه ما في كتب دائرية، ما حدا طبع كتاب دائري، فأنا كيف بدي يكون عم بكتب شيء؟ يعني أنا هلأ عم بقلك عم بحكي أنا وياك عم بحكي شيء اللي بيشبهني، هلأ قدي المستوى هاي شيء تاني، بس مش بحكي شيء بيشبهني بصدقي بعفويتي، فأنا اللي بكتبه كيف يعني أنا عم بكتب عن دوائر الروح؟ مش ولا مرة يعني ذكرت كلمة دائرة، بس إنه بتحسها، فبدي أجي لبسها ثوب لا يشبهها، حطها بإطار. نعم، بدك الشكل يكون متكامل مع طبعاً. المضمون طبعا، ولكن ليس هذا السبب الوحيد الذي يجعلك يعني تؤخرين مشروع الكتابة والنشر. لا طبعا ليس السبب الوحيد، لا، لأنه كمان هذه فكرة، هذه شكليات الأخرى، يعني فكرة أنه قاعدة وعم بكتب ووقع بحسه مثل قصاص. فيك تنشر وما توقع، أوكي، وما تعملي حفل التوقيع. النقطة الثانية بتصير أنه ليه تسعير الكتب سعر سلعة، مش سلعة الكتاب؟ لا، ليه؟ مش هلا أول ما بيكلف؟ طبعا طيب. طبعا، بس ما لازم يكون الهدف الأساسي. أكيد، يعني عندك كتاب وكتار. نعم. للأسف يعني تفقيس مكانات، تفقيس مكانات، عاملين شيء تجارة، هاي الحق يعني عدور النشر طبعا أكتر من الكتاب. فما بعرف إذا فيه أذكر شيء هلأ، كنت عم صبح أو أمسي حسب ما بعرف قد الوقت عند الشاعر، ما في يقول كبير، هو فكرة اسم شاعر بيا يكفي، وديع سعادة، فعم نحكي بهذا الموضوع بين ايه؟ أستراليا هو مش ايه؟ نعم بأستراليا، فارق منيح، ايه بلش المساء عندهم ممكن أو الصبح ما بعرف هلأ بتوقيت عرض الحلقة بيكون صار الصبح، بيكون صار ايه؟ الصبح. نعم، فتخيل وديع سعادة كل ما كتب لازم يكون صاحب مملكة، ما قبض قرش على حرف كتبه إلا من صحيفة ألمانية شافوا 7 أسطر كاتبها، ترجموها للألماني، حاولوا إنه يوصلوا لحتى يعرفوا يطلبوا منه الإذن ويعطوه يعني جاست صغير. طيب ليه هو ما بده؟ لا أكيد مش هو ما بده، لأنه ليس تجاريا، لأنه وديع سعادة شاعر بحق، يعيش الشعر، يعيش الشعر، مش بحاجة لكتاب لحتى يعيش من خلاله، هو يعيش الشعر. طيب أنا أوجه تحية للشاعر الكبير والقدير وديع سعادة، بالمناسبة قلتي لي بأنه وديع سعادة إذا مش غلطان كان يقول بأنه ما تكتبينه هو الشعر أو هو شعر أو شكل من أشكال الشعر، أنت بتعترفي بأنه هذا مجرد بوح؟ إيه، بوح روحي، صور، لوحات، بوح أحلام روحي. نعم. يعني بعدك مصرة؟ إيه طبعا طبعا، لأنه لكل إنسان قصيدته الخاصة، لكل إنسان روايته الخاصة، كل إنسان عنده شيء، فهيدا بوح. هلأ بده ينحدوا من هيدا الإطار كمان، هيدا شيء من الزوايا، يعني بس بده ينكتب اسمي وعائلتي على الكتاب، اوكي ماشي، انه بده ينعرف لمين، عنوان اوكي تمام، بس انه يسمى شعر، طب يمكن انت بالنسبه لك نص عادي، يمكن لا غيرش، ليه انا بدي احدد؟ ما بدك تحدديه بقوالب طبعا معينه وباسماء محدده، بس كمان حلو الزوايا، والله ما بعرف ليه هالقد يعني في احلى من زوايا شارع الحمراء حلوه؟ لا هيدا
هيدي الزوايا يلي تدور يلي هي دائريه مصرة يلي نعم يلي هي منا مجرد يعني علاقه عموديه وفتل وافقيه المولويه تبعت الرقص الصوفي طبعا دوائر صح تصاعديه السمو الروحي صح يعني القصة هي بين العلاقة العمودية والعلاقة الأفقية، ما فيك تضلك هيك ولا فيك تضلك هيك ولا فيك تضلك واقف مصلوب يعني. طيب بدي احكي عن بعد شوي بالوقت المتبقي لنا عن العمل الثقافي والنشاط الثقافي والحراك الثقافي في بيروت بشكل عام في شارع الحمراء كما عرفته وكما عاشته. بعرف قديش عندك مآخذ ايضا على آليات هذا العمل وعلى بعض النخب الثقافية أيضا، ولكن بما أنه نتحدث عن شارع الحمراء وبما يعني لك فعليا عم نحكي عن حادثة حصلت معك قبل 13 سنة ذكرتيها قبل شوي، هي فعليا كانت البداية الحقيقية لعلاقتك بهذا المكان وبهذا الشارع. صحيح؟ نعم، يعني كنت أكيد بتردد على الشارع، على مكتبات، على محلات، على مقاهي، لأنه بسمع عن هيدا الشارع بس ولا مرة حسيت بهيدا الارتباط الارتباط فيه والانتماء لإله أكثر ما أنه وقت اللي جيت وهيدي المصادفة أنه حضرت أول نشاط ثقافي هون كان أمسية لهاني نديم. وذكرت كمان مهدي منصور. نعم طبعا كان له دور مهدي بإدخالك إلى هذا العالم. نعم يعني بأول دخولي على الشارع وارتياد الأمكنة يلي بيصير فيها أي شيء ثقافي ما كان فيه، يعني كان أمسيات بيروت الثقافية فقط يعني هي اللي فاعلة عم تعمل أمسيات، فكان مهدي حريص أنه يختار الأسماء يلي عرفني عليها، وهيدا حرص يعني هو بالنهاية يعني كمان من هيدي الدائرة الروحية اللي هو أخ صديق وجهري وتحيي كمان طبعا. فكان حريص يعني أول شخصين عرفني عليهم بعد هاني نديم الشاعر الكبير الأستاذ بلال شرارة الله يرحمه والشاعر السوري عبد القادر الحسني. نعم فكانوا أول اسمين أول شخصين عرفني عليهم وطلب مني أنه تكون دائرة أصدقائي والناس اللي بتعاطى معهم بقلب الشارع يكونوا بيشبهوا هودي الشخصين. مين طلب منك؟ مهدي. ليه؟ لأنه بيشوف يعني هو عنده خبرة أكتر كان بالشارع وبهيدا الوسط قادر يشوف وين فيه ثقافة وين فيه تفاهة وسطحية. طيب وغير ولاحقا كان عندك تجربة، يعني حكيت عن أمسيات بيروت الثقافية، كان عندك تجربة مع ليالي شهرياد صحيح، وكانت تجربة مهمة يعني وكانت تجربة نموذجية ما اكتملت يمكن ما كفت، ما بعرف بالمرحلة المقبلة شو بكونوا كمان عم بفكروا القيمين على هذه التجربة وإمكانية إحياء. نعيش من 4 سنين لهلأ عمليا حالة من انعدام الوزن إذا جاز التعبير على مستوى كل البلد، طبيعي أن تتأثر الحالة أو الحركة الثقافية بما يجري، مع أنك أنت ضد ربط دايما أنه ننطر الوضع الاقتصادي والمعيشي صح. لنشوف شو بدنا نعمل بالثقافة، بمعنى أنه الثقافة لا تلحق هيدا عليها هي أن تطرح الأسئلة. مظبوط؟ هيدا المكان مكتبة ومقهى برزخ هو دليل يعني لو بده ينطر الوضع الاقتصادي ليصير مكان فتح مكان رجع ردنا بس طبعا الشارع. الوضع الاقتصادي بيشجع بيحفز أكيد طبعا بس لأنه في حسابات مادية بالنهاية ما بيقول لك أنه موت وقف انتحر ما بيقول لك انتحر بيقول لك يعني تاخد استراحة محارب ترجع تحضر للمعارك. طيب شو مأخذك الأساسي والرئيسي على النشاط الثقافي في هذه المنطقة أو في بيروت بشكل عام؟ في توجه أكثر نحو الفردية أو الشلالية بين مزدوجين شو بالضبط؟ نعم يعني فيك تقول أكثر رايحة على العمل عمل المافيا. أوف. للأسف مافيا؟ نعم. هلأب؟ نعم مافيا ثقافية محرزة بالثقافة؟ هيدي هي الفكرة يعني
لما هلأ أنت عندك هذا البرنامج عم تشتغل من مجال من انطلاقة اختصاصك، واختصاصك كان شغف وبعده متابع هذا الشغف وعمل هذا البرنامج، يعني عندك هدف، هدف مش شخصي، هدف اجتماعي، هدف توعوي، هيدي يعني عندك مشروع نهضوي، هيدي نهضة يعني. برنامجك من البرامج يلي أنا على فكرة ما بفتح تلفزيون غير بس لثلاث برامج، برنامجك وبرنامج لإعلاميين آخرين. شكرا، من حسن حظي طبعا. فهيدي الموضوعية انسى كل هول، أنا بتطلع عنه وين أخدني، يعني أنا بس عم بحضر برنامج فراس خليفة وين أخدني، ما بتعب بين ما أنطر من حلقة لحلقة، لأنه بعرف أنه هي عبارة عن محطات عم بتوعي في شيء عم بتفيدني. فوين نحن من كل النشاطات، أغلب عفواً النشاطات شو اللي عم بتصير. شو المشكلة الأساسية شخصي يعني للحالة أكثر؟ أنا عملت أمسية، أنا جبت فلان، طب خلصت حلوة، أوكي. شاعر جميل، طب وبعدين شو الهدف؟ شو المشروع؟ شو المشروع؟ هاي هي، ما في مشروع. وهيدي المدينة مستحيل تنهض وترجع تمشي. يعني عندها محاولات النهوض، عم تحاول انه توقف وتوقع وتوقف وتوقع. امتى بده يصير فيك؟ بدها مشروع، بدها عدة مشاريع. هلا هي بدها ورشة كبيرة، بدها ورشة على المستوى الوطني، يعني على كل المستويات. اوكي، ما بدنا نبلش من هون. يعني في عنا ثلاث مطارح يلي هي من أسباب أو هن الثلاثة الأساسيات للانهيار يلي عايشينه بالبلد، هن المجال الإعلامي والثقافي والطبي. طب الفساد فايت على العظم فيهن ثلاثتهم، كيف بدك جسم يوقف وإذا أعضامه عم تنطحن؟ ما في مجال، بدنا نشد هول. بهيدي المطحنة اليومية اللي عم نعيشها، كيف فيها عن جد الثقافة تستعيد دورها الطبيعي اللي لازم تكون، وتطرح الأسئلة الكبيرة اللي لازم تطرح وتساهم بهيدي الورشة وإعادة البناء؟ هلا أنا من ناحيتي الشخصية أنا اللون كفى. لمين؟ للي عم بيساهموا بهيدا الانهيار لأجل الأسماء، الأنا تطلع أكثر. أنا عملت، أنا سويت. بس ما بتشوفي إنه في بآخر كم شهر ببيروت حركة ثقافية ناشطة يعني بعد يمكن فترة توقف مرحلة الكورونا وما بعدها، عم نشوف في عودة للحركة الثقافية؟ على أمل إنه يكون في وراها مشروع. نرجع للمشروع. نعم طبعاً، يعني انت ما فيك تعمر بناية الا ما بدك تحط الاسس، بدك ترسمها وبدك تخطط وبدك تعرف قدي بدك تعوز هيك وهيك وتثبت الاعمدة ليطلع بناء متين. شو هو المشروع برأيك الذي يناسب المشروع الثقافي الوطني الذي يناسب المرحلة؟ بدك اولا مفروض يكون في مناقبية، في قيم، في اخلاق، لحتى نفهم معنى الثقافة ونكون عم نستفيد منهم لنحطهم به هيدا المطرح. يعني شو نفع إنسان يكون قاري 20,000 كتاب وبس عم تحكي تصرف معك بطريقة غير فوقية. لائقة لا أو غير لائقة، يعني عم يعلك مثلاً، يعني هيدي اللي نحن يمكن منسميها اللبنانية اتيكات أو سافوار فيفر شي هيك، هيدي ثقافة. ما بدنا ننطلق من هون. ما فيك يعني تروح تشارك بماراثون وأعرج. ما فيك تركض. ما فيك تركض. تركض شوي بس بعدين بدك توقع. خاب أملك لا. من لما كنت من قبل 13 سنة بهذا الاندفاع، بهذا الشغف، بما انك عم تحكي عن الشغف وكان هاني نديم عم يحكي عن الشغف، خاب أملك من إمكانية؟ يمكن بفترات معينة يعني صرت سوداوية كتير لأنه لقيت حالي دخلت على هذا المستنقع
وخلص عم حاول يعني كتبت مرة نص هون على آخر شارع الحمراء. كنت عم بودع أصدقاء شعراء مسافرين فوصلت على الآخر حسيت أنه خلص طلع شيء حلو بدي روح فتش على شيء حلو يعني ليوازن. فقعدت كانت الدنيا عم بتشتي ودموعي أكتر يعني وعم بكتب. فبوقتها تخيلت حالي مثل لأنه قلت لك يعني أغلب اللي بكتبهم هني عبارة عن صورة بشوفها. فأنا وماشي تخيلت حالي مثل بيثوب الزفاف وماشي من أول الشارع من هون لهونيك وكل ما أمشي فشخة عم بيكبوا علي يكبوا علي. طلعت أنه هيدا الفستان بطل أبيض يعني وهيدا النص اللي كان فيه عنوان قصيدة عارية. هيدا سميته إجباري يعني كان هيك. فأنه شو بشلح هيدا الثوب بصيروا يدلوا علي ولا بضلني موسخة مثل ما هو وبيقولوا لا هي. فبوقتها أخذت قرار أنه لا كفى أنا بدي ما فيي لا هيك ولا هيك. فعادت على جنب عم راقب عن بعد ووقت اللي حس معناتا كفأتي لفترة طبعا. طبيعي طبيعي بدك تراكب عن بعد يعني. أنت جوا الحدث غير ما لما تطلع منه وعم بتشوفه دائرة تشوفه من فوق تشوف من جميع الجهات غير يعني إذا كنت جوا قد ما تشوف ما رح تشوف الصورة واضحة. وشارع الحمراء يعني كمان كنا عم نحكي عن الموضوع نحن وهاني قبل شوي وعقبت شوي يمكن ربما على هذا الموضوع قادر على الابتكار. ناس الحمراء ما بعرف رغم أنه كتار منهم فلوا وهجوا وغيروا أماكنهم يعني هل يمتلك الشارع والمكان والمنطقة والدائرة الأوسع بدي كفي معك بالدوائر يعني هذه المنطقة الجميلة والمتميزة مقومات نهوض مجددا؟ أعطيك مثل صغير رح أذكر الفنان الراحل جورج زعني. جورج زعني بعز دين الحرب الأهلية وبيروت مقسومة شرقية وغربية وأزايف نازلة صح. فتح شارع المكحول من أول ولا آخره شارع ثقافي نعم امتياز ايه وعمل معرض فن تشكيلي معرض لوحات لفنانين من جميع الأطياف والمذاهب والمناطق اللبنانية. بسبب هيدا اللي عمله يمكن مرتين أكيد بس بعتقد أنه ثلاث محاولات اغتيال بسبب هيدا اللي عمله. طب بعز دين الحرب الأهلية طلع شخص واحد شو اللي بدك واجه أنه الأمل مش مقطوع. أكيد هيدي بيروت بشكل عام وهيدا شارع الحمراء. هيدا شارع الحمراء يعني الإسرائيلي اللي على الميكروفون ماشي بالشارع وطلع سبب أشخاص هيك يعني يمكن حركة فردية كانت وفاتوا وطلعوا المحتل من هيدا الشارع مقاهي شارع الحمراء نعم. المقاومة بكل أشكالها نعم. بيكفي نستذكر بس هيدي الأحداث بتحس بطاقة بثورة أنه لا أنا بدي حافظ على هيدا الإرث. طيب أنا وقتي تقريبا شارف على الانتهاء. كنا عم نحكي عن الدوائر بدي كفي من دائرتك الأصغر بالحياة اللي هي يفترض أن تكون محيطك المباشر. شو هي الدائرة الأوسع والأسمى بالنسبة لك؟ كنت عم تمشي من كم يوم ببسكنتا والطبيعة الحلوة وشفتي شجرة لقيتي شجرة معمرة ما بعرف قلتي لي يمكن أنا بعتقد من أكبر لا لازم استكشف خلينا أكثر. أقول من بين الأقدم حتى ما نجزم ما في دراسة شو قالت لك الشجرة أو شو قلتي لها ما بعرف في حوار في عندي علاقة مع الشجرة يعني في عندي عدة نصوص كتبتها كنت شو عم شوف شجر عم ينقطع هيدا كائن حي هيدا الورق من وين جاي الشجرة صح هيدا كائن حي يعني تخيل هلأ كنت عم تحكي مع هاني نديم عن الاتجاه يعني للبعد عن الطباعة أو مشكلة الطباعة
طب قد ما تقرا تفتح انترنت وتقرا ما مثل كانك حامل صوره شخص غير ما تشوفه شخصي تحس فيه هيدي العلاقه التفاعليه. فالانسان هو الهيئه الاخرى للشجره، هيك لازم يكون. يمكن مش هيك بس هو هيك لازم يكون. فبس شوف شجرة بحس شفت كائن حي بروح وبغمرة، بس شجرة امبارح ما قدرت أخبر كبيرة كانت جدا كبيرة. والدائرة الأوسع ما بعرف يعني لما عم ترمي هالحجرة بقلب المحيط وعم يطلع دوائر أنت يمكن قادر تشوف هيدي المستوى العين قد يشوف بس هو دوائر لا تنتهي. نحن بداية حياتنا من نقطة الجنين نقطة عم نكبر، ما بتقدر تعرف قدي قادر هيدي الروح أصلا يعني واسعة جدا ما لها حدود. شكرا شكرا هبة عبد الخالق الناشطة الثقافية. أنا بدي أتمنى لك طبعا يعني هيك نرجع نشوفك أكثر بهذا الحراك الثقافي على مستوى هذه المنطقة على مستوى الشارع الحمراء. أنت بنت هذا المكان ابنة هذا المكان وبتصور كتار ناطرينك يعني على كل حال، مش بس تبقي عم تراقبي من بعيد. شكرا لك، هذه دائرتك أكيد. بدك تقولي شي بعد؟ بدي أشكرك كتير، وقلت لك يعني أنا نادرا ما أفتح تلفزيون غير ما يعني في ثلاث برامج بتابعها، فلهيك ما فكرت أني أرفض. عادة برفض وما بحب أبدا أطلع على كاميرا. عاملين إنجاز يعني معك. لا أنت اللي عامل إنجاز. شكرا لك. إن شاء الله مثل ما قلت قبل يكون في حالة عدوى من المصداقية والموضوعية اللي أنت بتشتغل فيها. شكرا لك هبة عبد الخالق. بدي أشكر مرة أخرى هاني نديم الصحفي والشاعر السوري على مشاركته وأطلالته معنا في بداية هذه الحلقة. كل الشكر لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.